السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة طلعنا لكم فيديو عن تجربة نظام سينك 3 بسيارة الفورد اكسبلورر 2020، والحمد لله عجبكم الفيديو وقدمنا لكم معلومات لأول مرة عن شركة هير اللي بتدعم نظام الخرائط في معظم الشركات معظم السيارات والشركات العملاقة. فاليوم إن شاء الله راح نختبر نظام صراحة قوي جدا، جديد، متطور جدا، ايضا مدعوم بنظام هير وخرائط هير اللي هو MBUX من مرسيدس بنز العملاق. واجدد نظام من شركه مرسيدس بالضبط. بدايه انا عندي مشوار على فكره على الديزاين ديستريكت، فواحده من الخصائص الجميله جدا بنظام MBUX انه النظام متصل تماما على جوالك، على السمارت فون تبعك. فعندنا تطبيق مرسيدس مي اللي شايفينه امامكم هلا. هذا المرسيدس مي باختصار انا بامكاني اشوف كل شيء بيصير بسيارتي اللي معنا لليوم. احنا سيارتنا لليوم راح تكون المرسيدس A35 AMG. تمام. بامكانك تشوف الستاتس تبعت السياره، الزجاج مغلق مفتوح، كم البترول الموجود فيها، المحرك شغال مطفي، كل الامور، اي شيء بخطر على بالك بامكانك تشوفه بكل بساطه من خلال التطبيق. واحده من الخصائص الجميله جدا بتطبيق الام بي اكس انه انا بامكاني هلا بنروح على دبي ديزاين ديستريكت، فبامكاني انا ارسل العنوان دايركتلي على السياره. انت اول ما تشغل سيارتك يكون العنوان اوردي واصل لهناك. فهي واحده من الاشياء اللي تعتبر جدا جميله. خلينا نشير العنوان على اساس لما ننزل انا وياك نشوفه بعينك يا كريم، وهو موجود على نظام الام بي يو اكس. حبيت والله، شايف على طول اعطاني اوكي دبي ديزاين ديستريكت. حكى لك على اي سياره؟ مرسيدس A35. حدد لك ممكن تسجل عليه اكثر من سياره. هاي السياره اللي احنا معانا اليوم، وهي سند، هيني بعت اللوكيشن. ننزل MBUX اليوم نتكلم عنه اكثر للجمهور. يلا حتعرفوا اشياء جميله جدا عن هذا النظام. نبدا مشوارنا. يلا. هلا والله بكريم. هلا والله بصعيب. وهي دبي ديزاين ديستريكت، هذا اللوكيشن. طلقنا على دبي ديزاين ديستريكت. واحدة من الخصائص الجميلة كمان بنظام الـ MBUX انه بيخدم نظام الوات 3 وورد. بالضبط. هي الشركة شو عاملة كريم؟ شغلة مختصرة وفكرة جدا ذكية، انه راحت على كل الابعاد الكوردينيتس تاعت الكرة الارضية، قسمتها على بلوكات صغيرة. صحيح. بمسافة امتار معينة، كل مربع لها اسم من ثلاث كلمات. السيستم تبع وات 3 وورد هو لحاله بيعطيها عشوائيا. أوكي. فلا يعني ما في اي دلاله لإلها. يعني عادي مثلا انك تروح على دبي مول تكون الاحداثيات على تطبيق الوات 3 وورد تكون احداثيات موز، تفاحه، اجاصه. انت شكلك جوعان اليوم. مش عارف شو مالي مع الفواكه. تاكل على الفواكه يا اخي، جوعتنا يا اخي على التصوير. والله عن جد انا جوعت حالي. اوكي. فهاي كمان الوات 3 وورد موجوده، هاي بتحلك انك توصل لديستنيشنز معينه، اماكن معينه بكل سهوله من خلال ايضا نظام الام بي يو اكس من مرسيدس. حلو. بما انه ماشيين كمان احكي لك معلومه كريم، في طبعا السياره اللي معانا لليوم ما بتتوفر عليها، ولكن شغله جميله جدا واحنا اختبرناها بكثير من السيارات نظام الاجمنتد رياليتي. هذا مثلا على الجي ال اس بيجي. على الجي ال اس بالضبط. الفكره تاعته بكل بساطه انك انت عند الانعطافات تتحول كاميرات السياره الموجوده بالخارج لتعطيك احداثيات على الشاشه امام السائق، تعطيك استشعارات واضاءات والوان بتدللك على اللفه والمنعطف الصحيح 100% من خلال الكاميرات المثبته على السياره نفسها. حلو. كريم، مش فقط انك انت التطبيق الموجود على الجوال تبع مالك سياره مرسيدس هو فقط الوسيله الوحيده للتواصل مع السياره. صحيح. داخل السياره نفسها بامكانك انت عندك عده وضعيات تعطيك سلامه كامله ومطلقه على الطريق وانت سايق سيارتك. صحيح. مثلا انت بدايه النظام واضح سهل جدا، كل الاعدادات موجوده امام السائق وموجوده على الشاشه. ابرز الاعدادات اللي اي شخص برغب انه يبحث عنها او حتى الاشياء الموصوله بجواله كلها ظاهره امامك بالشاشه. الشغله المهمه جدا كمان كفاءه النظام. عم بتشوف جودة الشاشة، حجم الشاشات الموجود من مرسيدس، حجم تبعها جدا ممتاز والجودة عم بتكون جدا ممتازة. سهولة بالتعامل كريم، انه في عندك اكثر من وسيله تعامل مع الشاشات، سواء كانت تتكلم معها بنظام الامر الصوتيه. نعم. او باللمس او عن طريق التاتش بورد او مكان اللمس الموجود. فالفكره بهذا النظام اللي هو الام بي يو اكس هو نظام متطور، اخر ما توصل راهو العلم الحديث من تطبيقات او مثلا انظمه ممكن تساعد السائق بالقياده، وحاليا يمكن تطبيقها.
نعم 100%. وانت الحلو لما تاخذ انت مثلا السياره لما تكون فيها احدث انظمه انت بتحس حالك عندك قمه التكنولوجيا موجوده بين ايديك. المنيو الموجود على نظام الام بي يو اكس مبسط بطريقه مشابه جدا للجوالات السمارت فونز اللي بين ايدينا. صحيح. فبتلاحظ انت المنيو اذا بتتفرج عليه كتصميم وكديزاين وبتكبس على ازراره وبتشوف الكواليتي تبعته والجوده نفس الفكره تماما تبعت الجوال الذكي. سهل جدا بالضبط. التعامل فيه. وعلى فكره على سيره الجوال الذكي مصعب بحلقه النظام السينك 3 بيفور وصلنا كم تعليق انه طب انا ليش استخدم هذا النظام والخرائط الموجوده بسيارات ما انا خلاص ابل كار بلاي او اندرويد اوتو بتليفوني وخلاص. الفكرة يا جماعة الخير أن المستقبل السيارات والقيادة الذاتية والمساعدة بقيادة السائق تمام لن يكون من خلال جوالك. يعني ما بينفع يكون من خلال خرائط الجوال. لازم السيارة عشان تقدر تسوق نفسها بنفسها وتوديك من نقطة ألف لنقطة باء بدون تدخلك لازم يكون من خلال نظام الخرائط المطور المدمج بالسيارة نفسها. لانه نظام الخرائط مثلا موجود في مرسيدس بالام بي اكس ومدعوم من قبل شركه هير تكلمنا عنها بحلقه اكسبلورر بشكل مفصل. نظام الخرائط هذا مو بس موجود عشان يوديك من نقطه الف لنقطه باء، لا هو موجود عشان يساعد السياره. نعم. عشان يراقب لك السياره من ناحيه يراقب الازدحامات المروريه مستقبلا من قد الذاتي، يعرف اي طريق تسلك السياره، يعرف سرعه الشارع الموجوده، هذا كله من خلال نظام الخرائط. يعرف الارصفه، الفتحات، التحويلات، كل هذا الشيء من خلال حتى الكاميرات تاعت الرادار بالضبط. يعطيك تحذيرات طبعا حسب الدوله تبعتك ولكن بيعطيك تحذيرات انه في كاميرات للسرعه عشان هيك وبيعطيك سرعه الطريق بالضبط. فعشان هيك ما بتقدر تقارن والله خرائط جوالك بخرائط مطوره جدا نفس الموجوده بسيارات مثل مرسيدس بنز او حتى شفت الفورد اكسبلورر. نعم. فالسياره هذه فيها نظام خرائط مطور جدا وهو المستقبل وليس خرائط الجوال هي المستقبل. كريم انا بموضوع التعليقات اللي انت ذكرتها انا ما بلوم صاحب التعليق 100%. انت في دراسه صارت على اسواق الخليج تحديدا 50% من موظفين المبيعات ما بيقوموا بشرح اعدادات الشاشات الموجوده عندهم. صحيح. فهي المشكله. فانت بيجيك عميل عادي موظف المبيعات يحكي ما يشرح له شو السيستم الموجود بالسياره ابدا ما يشرح له. في ناس صدقني في ناس عندها سيارات وعندها شاشات وعندها انظمه متطوره بسياراتها ما بيعرف المواصفات الموجوده الفيديوهات. بالضبط. عشان الشاشه مليئه بالمواصفات يا جماعه ولكن هي بدها الواحد صاحب المركبه وموظف المبيعات يشرح الفيتشرز والمواصفات هاي الموجوده للشخص اللي اشترى سياره جديده او لقائد المركبه نفسه هو يدور فيها يبحث بالمواصفات الموجوده فيها على اساس يستعمل هاي الفانكشناليتي وهاي المواصفات الموجوده عنده. شوف كريم هلا هون عندك الوير تو عندك طبعا بوينت اوف انترست متعدده جدا طبعا محفوظه هي بسيستم السياره وفي منها بيكون اونلاين يكون اوريدي مشبوك وعندك اياها اونلاين. عم بفرجينا هلا بالنظام تبع النقاط المهمه لقائد المركبه من خلال نظام الام بي يو اكس. صحيح. ابرز الاي تي ام ماشينز اللي محيطه فينا حاليا. نفس الشيء بترجع انت مثلا بتشوف الفنادق بتشوف الاماكن. واحده من الجميله كمان التورست اتراكشن اماكن سياحيه مهمه موجودة. هاي انت مثلا زرت مدينه ما بتعرف مثلا الاماكن اللي ممكن تكون جميله تزورها وتشوفها. شوف مثلا هاي برج بلازا دبي ديزاين ديستريكت اكواريوم غيره. خلينا نروح على دبي ديزاين ديستريك. شو رايك؟ حاضرين. ها شوفوا طبعا هلا فورا السيت اب وبامكانك انت هو تاتش سكرين او بامكانك من خلال عجله من خلال القياده التاتش باد والتاتش باد الموجوده او من خلال حتى الانظمه الصوتيه. طيب مصعب بما انه هلا رايحين على المكان فانت متولي القياده انا. نعم. بدي احكي عن موضوع شو اللي بيميز هذا النظام الام بي يو اكس، يعني ليش هو نظام حلو يكون بسياراتنا؟ طبعا غير انه شكله جميل، غير انه بيعطيك تميز عن باقي السيارات مثلا ما فيها الانظمه المتطوره، هو صراحه نظام بيقوي علاقتك مع سيارتك، بخليك تنبسط لما تطلع بسيارتك انه انا عندي تكنولوجيا حلوه، حتى بيقوي علاقه سيارتك مع الركاب اللي بيطلعوا معك سواء كان اطفالك كشخه بتطلع أي الشاشات اي واحد بيطلع معك بسيارتك بيطلع انه يا اخي شاشات حلوه، فانت شو بتيجي تصدمه؟ بتحكي له مثلا والله هاي مرسيدس How may I help you? I feel hot. I'm setting the temperature on the front passenger to minimum. شفت شو صار؟ هذه اي واحد بيطلع معك بينصدم. بينصدم، يعني انا بتذكر حتى بالـ A35 طلعت معي اطفال، فبحكي لهم انه كيف بسكر الصن روف او كيف مثلا بشغل كيف بغير محطة الراديو والسيارة اسمع طلع كيف الاكزيت؟ بالضبط، هذا كنت بتكلم عنه، شايفين التوضيح كيف صار انه الاكزيت خذ بالضبط اي لاين تمشي عليه مصعب عطاك شوف اليافطة نفسه مكتوبة بالضبط رقم المخرج وعطيك انت باي لاين تمشي عليه اللي هو اخر لاين على اليمين. فطلعت معي اطفال من فترة بنفس السيارة الاي كلاس كانت بس الهاتشباك
فكان عندهم هيك استغراب انه انا عم بتكلم مع السياره، فهي برستيج جميل يعني موجود بسياراتنا. بعدين انت شوفها بالليل الامبينت لايت 64 لون مختلف موجود، غير فيهم على كيفك، والسياره فيك تغير انت الالوان بدون ما تلمس اي شيء. نعم. والتطبيق تبع مرسيدس مي الجميل فيه انك انت بدايه بتشوف مثلا كميه البترول الموجوده بالسياره، بتشوف تعرف السياره وين موقعها بالضبط. صحيح. وين مكانها هلا، مثلا انت اعطيت السياره لابنك، اعطيت السياره لزوجتك، تعرف بالضبط وين تتحرك. نوتيفيكيشن 100% بالضبط. شوف انت حاليا من ما اخذت المخرج الصح كيف بسرعه عمل لك معالج يعطيك طريق بديل. فهذا الحلو بنظام الخرائط الموجود بالسيارات، ما بتحتاج انت داتا، او مثلا لو قارناه في بعض الناس قارن بالتليفون، بتليفونك لازم داتا، لازم انترنت. وشغله كمان مهمه جدا كمان كريم بالنسبه لاستعمال الجوال، انك انت اول شيء هو غير من ناحيه السلامه المروريه، فانت هاي كمان نقطه. الشغله والشغله المهمه جدا انت باستعمال النظام تبع الام بي يو اكس انه هو ادق من ناحيه حساب موعد الوصول. فنظام الام بي يو اكس الموجود او نظام الخرائط المدعومه من هير بيقرا وبيحسب المسافه الفعليه للمكان. وكمان شغله مهمه كمان نذكرها، عندك انت في سيستم اسمه الماب كير، هذا عندك انت 3 سنين على الام بي يو اكس ابديت، هذه مجانيه بالكامل. صحيح. انت بس تروح عند الوكيل بيعمل لك ابديت فوري للخرائط ومن غير ما تتكلف باي شيء، وبضل التحديثات لابرز الطرق اللي صارت او التحويلات اللي صارت بمدينتك او البلد اللي انت عايش فيه. 100%. شوفوا حاليا 3 دي كيف حكيت لكم بنظام الخرائط، شايفين 3 دي، لانه وصلنا مكان فيه مباني صغيره، هاي تقريبا بيوت وفلل. وشوف طبعا انت تطلع السهوله بالتعامل معها، شوف الدقه، شوف لما تحرك الشاشة يمين يسار والجو طالع حلو 100% وبتحس انك انت سريع، يعني اكبس طلع وين ما تضغط بالسيارة السيستم كتير سريع بالتعامل. واحدة من الاشياء المهمة كمان بنظام الام بي يو اكس كريم، هو الاقرب لمرحلة نظام القيادة الذاتية. صحيح. انت عارف موضوع الاوتونومس درايفنج، نظام القيادة الذاتية بالسيارات، هذا هو بيمثل المستقبل من ناحية القيادة الذاتية. لازم يكون عندك انت سوفتوير مدعم قوي جدا على اساس يقدر يتحمل هذه الانظمة وقراءة الحساسات والكاميرات تحت السيارة. نعم. مرتبط بنظام خرائط قوي عشان يعطيك افضل سلامة ممكن. نعم. فهذا النظام اللي هو الام بي يو اكس جاهز حاليا، يناسب القوانين واخر ما توصل له الاتفاقات الدولية بموضوع المساعدة على القيادة. فمثلا هذا النظام مثلا موضوع التصادمات الاماميه والتحذيرات منها، الحفاظ على المسافات بينك وبين السيارات اللي امامك. واحده من الاشياء كمان كريم انه نظام الام بي يو اكس عم بيكون موجود على اغلب سيارات مرسيدس هلا. كل السيارات الجديده اللي بتطلع من مرسيدس عليها نظام الام بي يو، كلها عليها نظام الام بي يو. حتى السيارات اللي صار عليها فيس ليفت مثل السي كلاس، اللي من عملوا الفيس ليفت راحوا اضافوا عليها نظام الام بي يو اكس ونظام الشاشه الاكبر، لانه خلاص عرفوا انه هذا المستقبل، فلازم انا اضيف هذه الشاشه بهذا النظام اللي بيدعم السياره وبيدعم السائق بشكل اكبر. نعم. فاضافوه على سيارته. نعم. ونظام الكونكتيفيتي مع الجوالات الحديثه، صار التواصل ما بين سواء اي او اس او حتى سواء نظام الاندرويد مع السيستم الام بي يو اكس، نظام كتير ادفانس مقارنه بكتير من صناع السيارات الثانيين. وانا حبيت بمرسيدس طريقه عرض السيستم، سواء من داخل السيستم نفسه الجرافيك الموجود سهل للاستخدام وجميل جدا. يعني كيف التليفون الذكي انت تتوقع وين حتلاقي النقطة الفلانية، يعني انت مثلا بتغير اللون او بتغير خلفية التليفون. نعم. حتى انت بتتوقع وين بالسيتنجز موجود هذا الشيء بالتليفون، ونفس الشيء في نظام الام بي اكس، بسط الحياة للناس، سهل الموضوع وعطاك برستيج بينك وبين الناس. نعم. يعني انت لما تكون طالع مع اصحابك في مكان، قاعدين انت والله بكافيه معين، حكينا خلينا نحرك نروح مكان فلاني، وين والله نروح المول فلاني، فانت تشيل جوالك تفتح الابلكيشن تبع مرسيدس مي، تحط والله اللوكيشن، تبعت له سيارتك، اصحابك حيطلع شو بتسوي انت؟ نعم. تحكي لهم والله ببعت اللوكيشن من تليفون السياره، فبقول لك يا عمي انت بتمزح معانا، تطلع سيارتك تشغلها يكون طلع امامك النافيجيشن. والعكس صحيح، انت كنت بالسياره. أيوة. السياره موصوله على جوالك، وصلت على المكان ولسه ضايل لك شويه مسافه عشان تمشيها مشي. فعلى طول بين التواصل بين الام بي اكس والجوال، انت بتنزل بتاخذ جوالك وبتضلك ماشي مكمل. بالضبط. فهو لحاله التواصل بصير انه اللوكيشن عندك بالمشي بالخطوات، وين بدك تروح يمين يسار، كل امورها، حتى لما توقف سيارتك بمكان ثاني 100% 100%. فانت حتى بس يطلع معك بالسياره بيحكي لك والله في الوان حلوه جوا السياره، بتحكي له بتحب غير لك اياها. نعم. لا لا انت بتسوق ركز، تحكي له ما في داعي يا عم سوق انت، ما علي. بحكي له خلاص ما عليك، انا بغير ذا كيف، اسمع كيف. هي مرسيدس، how may I help you? Can you change the ambient light to blue, please? Okay, I'm changing the color. بس خلاص انت معك بالسياره، اوه
فشوف مصعب يعني في كثير اشياء هيك حلوه بسيارتنا وكثير منا ما بيستخدمها. وصلنا على منطقة دبي ديزاين ديستريكت، هاي منطقة المصممين، تصميم غريب جدا، تصاميم كلها غريبة تحت المباني، حتى كل الشركات الكرياتيف وهيك بصير فيها ايفنتات غريبة، فمنطقة هيك غريبة حتى تصميم مباني جميل فيها، لهم جوهم هدول الجماعة مصممين هيك يعني. بس حبينا نجي هيك مع بعض تشوفوها. الخلاصة يا جماعة الخير، نظام الترفيه الموجود بسياراتنا نظام جميل جدا، هو المستقبل نحو القيادة الذاتية، سواء كان MBUX ولا غيره، نظام ضروري جدا نستفيد منه. في تقنيات جميلة وبتساعدنا. شو عندك بصير؟ انت ضروري ضروري الوكلاء يهتموا اكثر بموضوع المبيعات تاعت سياراتهم يا جماعة. لما يجوا انه هم بدهم يبيعوا السيارات، ضروري انه يدربوا حتى فريق السيلز، انه هذه راح تكون نقطة للمبيعات للمستقبل مهمة جدا. وللاشخاص اللي عندهم مرسيدس بنظام الـ MBUX، اول شيء ضروري تستعمل السيستم هاد، صدقني سيارتك مليانة مواصفات واوبشنز رهيبة جوا هذول الشاشات. هذول الشاشات مش منظرهم فقط فخم، ولكن مليئين بالمواصفات. انت عن جد بتحلل الفلوس اللي دفعت على سيارتك. بالضبط. والانسان اي شخص برغب انه يشتري سيارة جديدة، ضروري تبحث على سيارة تتأكد انه عليها الشاشات. طبعا كل ما كانت السيارة بنظام شاشة احدث، كل ما صار الادابتيشن مع جوالك، مع السمارت فون تبعك، مع انظمة الخرائط، مع كل الانظمة الحديثة الدقيقة، بيكون صحيح. افضل وافضل وافضل. والاشخاص اللي عندهم مرسيدس وعندهم سيستم MBUX، ضروري اللي عنده موديلات سابقة، يعني مثلا زي ما حكينا في عندك بنظام الهير بالماب كير، بامكانك انت 3 سنين تحدث الخرائط تاعت سيارتك بكل سهولة. فهذا موضوع جدا مهم للاشخاص اللي عندهم اوريدي سيارات مرسيدس وعندهم نظام MBUX، حدث الخرائط، بتشوف الطرق تاعت مدينتك بصورة افضل، بتشوف الأنظمة كيف تغيرت، حتى في أحيانا الجرافيك والبوينت أوف إنترست، النقاط المهمة أيضا بيحدثوا لك إياها أول بأول. مئات النقاط الموجودة بنظام MBUX مثلا، أو أي نظام خرائط مدعوم من قبل هير. نعم. بشكل عام، لأنه تكلمنا بشكل مفصل عن شركة هير إحنا بالفيديو السابق بفورد إكسبلورر، فاللي ما شاف فيديو السابق ضروري يشوفه يا جماعة الخير. بالرابط. وإحنا المرسيدس اللي منجربها اليوم A35 برضو اختبرها كريم، أكيد موجودة حلقتها تاع تست درايف، برضو موجودة في الأعلى أو بوصف الفيديو. سألكوا عجبكم فيديو اليوم، شو حابين نتكلم عن أي نظام نشرحه ونشوفه بشكل مفصل ونجرب نظام الخرائط اللي فيه، أو نعرف الأشياء الحلوة الموجودة فيه، فاكتبونا بالتعليقات شو حابين نجرب أنظمة في الحلقات الجاية إن شاء الله. سألكوا عجبكم الفيديو، شكرا لمتابعتكم، لا تنسونا من دعاكم، ولا تنسونا من لايك شير سبسكرايب كل مكان إحنا معاكم. نحن شعار الدام للعالمية بسم العرب مع عرب جدي ومصعب حط الصبور سمعني. السلام عليكم. السلام عليكم.